رجعنا لكم مرة تانية برنسسة الشارع ندى زنانير. النهاردة متألقة كالعادة وجاية جاهزة بكمية نصايح ومعلومات كتيرة قوي لكل البنات وستات مصر عشان دايما تبقوا في أحسن شكل وفي أحسن صورة. انتوا من غير حاجة جمال وحلوين، ده حقيقي، ده بجد، ده بجد. ازاي ازيك يا شيخ؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ حلوة. حلوة. قبل بس ما نبتدي كده نفكر مشاهدينا، اي حد عايز يتواصل مع ندى زنانيري فيسبوك وانستجرام بتوعها هيكونوا على الشاشه خلال الفقره. النهارده عايزه تتكلمي عن الجزء الثاني. الجزء الثاني بس هنتكلم اكتر على الفساتين والجيبات. شايفين الدنيا قد ايه حر، فنبعد بقى، نبتدي نستغنى عن الجينز بقى شويه. اولا الجينز خامه تقيله يا شريف وبتحر اكتر، صح. فعايزة فكرة انه دايما السيدة تقول انا مستسهلة انه نازلة، سواء رايحة اعمل مشاوير، سواء رايحة الشغل، سواء خارجة، فبتستسهل انها تقول انا هلبس جينز. تعالي نستسهل النهاردة ونقول انا هلبس فستان. هنبص على خامة الفستان، نستسهل نقول هلبس الوان، هلبس فستان ملون، ده برضو حاجة سهلة. انا النهاردة قصدت انه البس فستان قطن فيسكوز خفيف جدا، وهكلم كمان على الخامات واحنا بنتفرج على الصور ان احنا نبص دايما على الخامه، انه ما اضطرش البس بطانه من تحت ولا تكون خامه بتحر. فهنشوف ازاي نختار خاماتنا كمان النهارده. انا اول حاجه بعملها لما اي حاجه تعجبني تبص على الخامه وتمسكها. طبعا طبعا، وتبص على التيكت، وده اللي دايما بقوله، نبص على التيكت اللي بيبقى موجود. بيبقى موجود الخامات عباره عن ايه، بتاعه خامه القطعه دي. دايما في الصيف ننقي الحاجات اللي تميل للقطن، وحبذا لو هي 100% قطن او على الاقل تبقى 80% قطن. انا من النوع اللي ممكن حاجه اشوفها من كتر ما الخامه عجباني، بس ممكن اللون ما يكونش على مزاجي قوي ولا الموديل على مزاجي قوي، بس اشتري عشان الخامه عشان حلوه، عشان الخامه دي هتريحني. بس هو ده اللي كنت عايزه جزء اقوله، من اللبس ان الراحه. جزء من اللبس الراحه. انا مش عايزه انه الستات تبقى حاسه انه عشان ابقى لابسه حلو ولابسه شيك فده مجهود كبير. لا، انا عايزه انه باقل مجهود ممكن ان انا احس ان انا مستريحه لابسه حلو. ايه اللي هيخليني اعمل الحاجتين دول؟ انه البس خامه مريحه تخليني ابقى طول النهار لابساه انا مش متضايقه منه، وانه البس لون بيريح عيني حتى لو هو الوان. لو انا شخصيه بحب الالوان، لو انت شخصيه زي كده، انا من الناس اللي بحب الالوان جدا، انا ببقى مستريحه وانا لابسه الوان. يعني لما بلبس بيج او جراي بني اسود، انا بعد شويه بحس ان انا عندي حاجه غلط في المود بتاعي. انا بستغرب على الناس اللي ما بتحبش الالوان. عشان ما تعودوش يلبسوا الوان. واكتر ناس عندهم المشكله دي اللي بيشتغلوا في حاجات فورمال يا شريف. ليه؟ لان اتعودوا يجيبوا البدل بتاعتهم كحلي واسود وجراي. ليه ما تبقاش روز؟ ما هو ده صفرة. فاكر لما اتكلمنا على البدل والتايرات، فاكر الحلقه اللي قبل الاجازه اتكلمنا انه كمان البدله ممكن تكون فيها الوان. فعايزه ان احنا نختار الخامه، لو لقيته انه مكتوب فيها فيسكوز، الفيسكوز ده خامه مشتقه من القطن، وبتبقى خامه خفيفه جدا، والميزه بتاعتها انها مش شفافه، فاقدر البس الفستان وانا مستريح. كان في خامه زمان اسمها بيزو بيزو؟ بس الخامه دي كانت سنتاتيك شويه، لان كانت ليك راشي، فكانت شويه بنستعملها في حاجات اكتر في الشتاء، عشان كانت ما كانتش خفيفه قوي للصيف، لان كانت سنتاتيك، ما كانتش في الثمانينات في التسعينات. في الثمانينات كانت موجوده. بيزو، ما يعني بيزو يعني بالفرنساوي يعني بوسه. مظبوط. او قبله، بس هو كانت مشهوره قوي الخامه دي. مظبوط. تيجي نبتدي باول يلا. صوره؟ يلا. اول صوره معانا ونبتدي نشرح عليها، اتفضلوا. اول صوره معانا النهارده، اتفضلي يا ندى. اول صوره للناس كمان اللي بيحبوا الجينز. طيب لما نيجي ننقي فستان بخامه الجينز، بقى في حاجه كويسه قوي دلوقتي موجوده وهنلاقيها في كل المحلات، ان هو شكله زي الجينز بس هي خامه قطن. لو انا بحب شكل الجينز، يعني في كتير قوي بيحبوا شكل اللون بتاع الجينز، طيب انا بس انا مش عايزه استعمل الخامه بتاعته، يبقى انا ممكن اجيبه قطن فيسكوز او كتان بس نازله بنفس الالوان. اراعي كمان حاجه، اراعي ان انا وانا بختار الفستان بتاعي اراعي الطول بتاع الفستان. لو انا حد بيحب يلبس طويل لازم اراعي طولي انا بقى، لو انا هلبس طويل قوي، لانه خلوا بالكم الطويل زياده بيأثر.
فلو انا هلبس ايه، هنبتدي ناخد طول ما احنا ماشيين هنقول شويه نصايح. لو انا هلبس فستان طويل قوي وانا سيده مش طويله زياده، يبقى لازم اخلي بالي ان انا هلبس شويه كعب، او يكون الفستان بتاعي، وفاكرين لما دايما بقول عايزين دايما يبقى عندنا خياطه لطيفه كده في حياتنا بتظبط لنا شويه، مش هخليه يبقى طويل زياده، هقصره سنه او هديله دوران. قد ايه بيفرق لو انا اديت نهايه الفستان دوران غير لما اخليه يخلص على خط مستقيم؟ ده هيديني انا دوران يعني من قدام يبقى نازل كده ومن ورا نازل كده، زي القميص الرجالي في الجناب يبقى مظبوط، دوران من قدام ودوران من ورا، بس متاكل شويه على ما فيش من الجناب. ده الفساتين المشجره، وهتكلم شويه على المشجر واحنا ماشيين النهارده، انه ناس كتير بتخاف من المشجر انه بيتخن. دايما بقول ما تخافوش، الساده بيبين الديفوهات اكتر. يعني لو انا لابسه فستان ده وهو ساده هنشوف كل التفاصيل، لو هو طبعا بيميل ان هو يكون ضيق شويه. بس لما نيجي نبص على فستان مشجر زي ده، هل احنا شايفين تفاصيل جسم السيدة من تحت؟ مش شايفين. ليه؟ مموه. مموه عينينا. برافو يا شريف، حفظت الكلمة. مموه عينينا، فده بيخليني ما اشوفش تفاصيل الجسم من تحت. لو منطقة الجناب، منطقة الأرداف، أو منطقة البطن، ما دام ما حطيتش حزام أعمل بيه وسط وأنا عايزة أداري منطقة البطن، يبقى المشجر هيخدمني جدا جدا. هنا شايفين انه الكارو اللي على الشمال اللي على اليمين برضو ما نخافش منه. الكارو طول ما هو قد بعض وبيعمل تمويه، كارو عامل تمويه برضو للعين زي المشجر. وهقول لكم حاجه، الفساتين دي لو انا لبستها الصبح على جزمه كاوتش وحطيت كروس باج، او الشنطه القش، شنط القش موضه جدا جدا السنه دي، عمليه خفيفة. اللون الأصلي بتاعها اللي هو الباج أو الكامل، لما نجيب شنطة هنلاقيها إن هي بتمشي مع كل الألوان اللي إحنا لابسينها، بعكس الأسود. وصناعة مصرية يعني مليان، وصناعة مصرية مليان، والمعارض في كل حتة بيورونا في ستات شاطرة قوي عاملين مجموعة شنط السنة دي. ستات بالذات حلوة قوي بيعملوا الحاجات دي في محافظة الوادي الجديد. أيوه حاجتهم مظبوط. ببعت لهم الف سلامه وتحيه، شفتهم في معرض تراثنا انبهرت. كان حلوين قوي، وانا شفتهم في معرض تراثنا لما رحت، كانوا حلوين قوي الحقيقه. اوكي. طيب ونتكلم انه لو انا مثلا عندي فستان بس ما بلبسوش كتير لانه مثلا بحملات او هو كات، هنا ممكن استعين بجاكيت جينز خفيفه او شميس جينز ان انا البسه. بلاش اسيب الفستان في الدولاب واقول مش عارفه البسه علشان انا شايفه ان هو مش عملي لو هو كات او ابروتال، بس ممكن البس الشميز عليه او الجاكيت لما اروح عند العزومه اللي انا رايحاها في البيت، اقدر اقلع الجاكيت بتاعتي. انت منقيه شويه فساتين كلهم احلى من بعض، كلهم حلوين وسهلين جدا، وكلهم في اللبس فيهم انوثه مظبوط وشياكه وكلاسيكيين، عشان ينفعوا كلاسيكيين يعني جدا يعني جدا. كل الفساتين دي كل السنين هتفضل موضه مظبوط. بس انا الفستان وهتكلم، هفضل اتكلم على الفساتين. طيب الفستان اقدر اغير شكله كام مره؟ لو حطيت له حزام، حطيت كوليهات كبيره وعملت ستيتمنت بالاكسسوارز بتاعتي، مسكت الشنطه بتاعتي معاه مختلفه وخليتها ستيتمنت هتدي لوك للفستان، لو انا حطيت فيست عليه بلون مختلف، لو هو ساده وحطيت عكست بقى هلبس فستان ساده مثلا، اقوم حاطه الفيست بتاعي هو اللي مشجر. على حسب لبست الجزمه بتاعتي ايه، لو انا لابساها جزمه كاوتش فبقى فستان بتاع الصبح، وممكن وقتها احط كروس باج او امسك شنطه قش. لو انا عايزه اخليه ابريميدي شويه احط حزام جلد بعد الظهر، والبس جزمه بكعب، وشكل الشنطه هيبقى وقتها مختلف. فبنقدر نغير فيه كتير زي ما احنا شايفين. طيب تاني هتكلم بقى عشان حاجه مهمه، انه دايما الستات الكيرفي شويه او اللي هم مليانين شويه بيقولوا لي ما بنعرفش نلبس فساتين، فاحنا بنلبس بنطلونات وما بنلبس الوان فاتحه، احنا بنلبس بنطلونات وكمان سودا. تعالوا نشوف المنظر هنا، دي سيده او المودلز اللي هنا مقاساتهم تقريبا بيلبسهم قياس 46، يعني هم مليانين ما هماش مودلز رفيع. مش باين. طب تعالى نقول هو ليه مش باين زي ما انت قلت يا شريف، رغم ان هي الوانها فاتحه ورغم ان هي فيها تشجيره. اولا هنبتدي بالرقبه.
فاكرين كنت دايما بقول لكم انه كل ما يبقى عندنا 7 كل ما بتبقى احسن لسحبة الرقبة، وبتدي طول وبتدي رفع. كمان انه لما يبقى عندي القماشة فيها كروازي، يعني في طبقة جاية على طبقة تانية، فعندي حتة بتعمل في الفستان بالورب، الحتة اللي بالورب بتدي طول وبتدي انسيابية لشكل الجسم فبترفع. اوكي، طيب ايه كمان؟ نرجع تاني نقول اهمية الخامة. ما نقيش خامة فيها ليكرا، ما نقيش خامة شيفان وتبقى البطانة بتاعتها ضيقة على جسمي والشيفان شفاف، فمبين ان انا لابسة بطانة ضيقة شوية من تحت، فده هيديني الديفو. اوكي، يبقى نقي من الاول خامة ماسكة نفسها. طيب هنا الفستان سامبل خالص، سواء المقلم، ولو هنتكلم على المقلم هقول انه نتكلم على المقلم اللي بالطول عشان يدينا طول ويسحب الجسم. وهنا انا عايزه البسه زي كفتان اللي هو ما فيهوش اي تفاصيل، مظبوط، ما فيش خياطات. ولو نشوف الفستان الاسود اللي على الشمال، لو شفنا الفستان هلاقيه ساده خالص، بس مع الكوليه مع الجزمه الحمراء مع الشنطه المشجره ادت شكل حلو للفستان رغم ان هو ساده خالص. صحيح. هسمعك اغنيه حلوه. هتسمعني قلبي إيه؟ مفتاحه. اوكي. بعديها مفتاحه معايا. انت معاكي مفاتيح ناس كتيره قوي. انت معاكي المفاتيح والاقفال. ايوه. هنسمع بصوت الجميل حسام حسني، وبعد كده فاصل ونرجع نكمل مع ندى زنانيري. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. مرة تانية مع ندى زنانيري برنسيست الشارع، وبشكرها على كم المعلومات. واعتقد لما بخش على الفيسبوك واقرا تعليقات الناس بلاقي البنات والسيدات مش في مصر بس، مصر وبلاد عربية، مهتمين جدا بالفقرة، وبتقولي معلومات لاول مرة يعرفوها فبتسهل لهم حياتهم. فانا بالظبط بنحاول نساعد ليه يا شريف علشان اولا اعرف ايه اللي عندي واعرف البسه بالطريقة المظبوطة، وكمان لما انزل اعمل شوبينج
من اكتر الحاجات اللي السيدات بيعانوا منها لما بعمل لهم ووردروب او بيكونوا بياخدوا معايا الكورس او بروح جلسه تنسيق الدولاب وبنبتدي نطلع الحاجات، بتبقى في حاجات هي اشتريتها غلط. طب لما نيجي نشوف كميه الحاجات الغلط واحطهم كده على جنب، والحاجات دي دفعنا فيها فلوس كتيره ليه؟ علشان انا ما عرفتش اختار سواء الخامه المظبوطه او القصه المظبوطه اللي تليق على جسمي. شفتها مثلا في مانيكان حلوه، شفتها في الفيترينا عجبتني على الشماعه، بس انا ما فكرتش هل هي تناسب جسمي وطولي ولا لا. صحيح. فحرام عشان ما نشتريش الحاجات ونركنها في الدولاب وما نبقاش نستعملها. اوكي يلا نرجع للصور. يلا. وبنتكلم على الفساتين والجوبات. على الفساتين والجوبات. يلا. والنهارده انا قصده انه احط شويه فساتين. هنا الموديل سيده مش صغيره، مش موديل صغيره. هنشوف وهي لابسه الفستان، لابساه بثلاث طرق، وانا بحب قوي كده، وهعمل لكم حلقه كل حاجه تتلبس باكتر من طريقه عشان دايما ناخد افكار. احنا انا بحب دايما ان انتوا لما تتفرجوا على حاجه تاخدوا منها فكره، مش انه الفستان ده لا ما هو مش عندي. انا مش عايزاك يبقى عندك نفس الفستان، انا عايزه ان احنا نشوف الصوره دي وراها فكره ايه. لو نبص على الصوره هنا التلاته نفس الفستان، نفس الشنطه ونفس الجزمه، بس هي مره ربطت شميز، مرة حطت حزام، ومرة لبست جاكيت جينز. ده بيخلينا ان انا كل قطعة عندي في الدولاب اشوف انا ممكن استخدمها كم مرة، ما بقاش بلبسها كل مرة بنفس الطريقة، ممكن ادخل عليها لون مختلف فيغير بشكلها. اوكي عايز اقول حاجة. اتفضل. السيدات الكبار زي في الصورة كده لما بيلبسوا فساتين عليها ورد بيبقى حلوين قوي مع الشعر الابيض. قوي مع الشعر الابيض وساعات بيتكسفوا يقولوا احنا خلاص كبرنا ما ينفعش نلبس كده. ما فيش حاجه اسمها كبرنا على خالص. شباب شباب القلب، لو عندك 80 85 90 سنه البسي ملون وفرحي وخليكي دايما مقبله وفريش كده. حسن شريف الدنيا. انا بجد انبسطت جدا 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 انه كان في ستات بتاخد معايا الكورس كان فوق ال 65 سنه. انا كنت فرحانه جدا جدا وكنت بديها حاجات افكار وكانت بتنبسط وطلعت هدوم ما كانتش بتلبسها وابتدت تركبها وانبسطت جدا. فمش لازم الواحد يفكر في موضوع السن. اه طبعا يعني شريف اهو عجوز بس عادي طبعا. بقى بص روحه حلوه ازاي ومركب لكم حتى تكوين في اسناني. في حد عنده 50 سنه يركب تكوين في اسنانه. يلا ده إيه هنا اللي هو الفستان اللي شبه الكفتان ده كمان هنلاقيه كتير السنه دي. تعالوا احنا طالعين من رمضان. طيب هل احنا عشان برضو فكره ان انا بعمل شوبينج بس وقت رمضان، ولما رمضان بيخلص بيكون عندي الكفتان او العبايه وما برجعش البسهم تاني. ليه بلبسه لمده 30 يوم بس؟ واكيد ما بلبس 30 يوم، بلبس 3 4 مرات في رمضان وبعدين بسيبه وبستنى السنه اللي بعديها. طيب تعالوا نعمل له ستايل مختلف، ان احنا نحاول ان احنا نحط له جزمه اوريجينال كده شويه تبقى شكلها حلو وتدي له ستايل حلو. نمسك شنطه معاه من الوان الكفتان اللي احنا لابسينه، بالعكس هياخدنا في مود حلو قوي. نحط الاكسسوارات سواء الحاجات الكريستال سواء الحاجات الخشب. الخشب كمان لما بيتحط على الحاجات الكفتان لو هو مش مطرز بيبقى شكله حلو جدا هنا. والكفتان بالمناسبة انه ما عندوش مقاس، الرفيعة بتلبسه والمليانة بتلبسه، واحساس انه انت لابسة جلابية ما يحسسكيش الاحساس ده لو انت بتقولي الكلمة دي وانت حاسة انها كلمة مش حلوة. لا تقولي انا لابسة جلابية بس انا لابسها كول. انا حاطة اكسسوار، انا لابسة جزمة حلوة عليها، انا ماسكة شنطة حلوة. وده لبسنا. لا قصدي انه ما نتعاملش معاها انه انا هلبسها فهبقى مستهترة فيها. صح. لا بالعكس، انا اخدها وازود عليها حاجات، اشيكها في محلات كلكم عارفينهم هم فين، نجيب من عندها لو العباية بتاعتي مثلا سادة او فيها شغل قليل. طب ما انا ممكن اجيب مش كلف اسمها ايه كلفة القطعة الواحدة اسمها الورد الابليك. ابليك جوستمون. نجيب ابليكات. نجيب ابليكات وممكن انا في ابليكات فيها لزق من ناحيتين فبشيلها وبحطها وبمشي المكو عليه، هتاخد مني 5 دقايق بس انا هغير من القطعه
اللي عندي ده في اي حاجه وقدر اخليها حلوه بالظبط. قول لنا اللي على الشاشه ويا مظبوط. دول جيبات، يعني هكلم كمان على الجيب شويه. الجيب اللي على اليمين دي جيب شبه لا هي لون الجينز برضو يا شريف، بس هي جبردين. اوكي، هنلاقيها برضو موجوده جدا في المحلات، عمليه جدا. هنا الفرق ما بين الصورتين ان الصوره اللي على اليمين لابسه كله ساده، بس اخذت الجيب لونها جينز علشان يبقى فيها شويه لون الازرق، والناحيه الثانيه شايفين الجيب التايجر المشجره، وبرده هي الماضي رفيعة، بس احنا مش شايفين لو عندها ديفوهات. على فكره انه ساعات ما نتخدعش قوي لما نشوف ان الماضي رفيعة، لان ممكن يكون عندها ديفو، ممكن يكون عندها منطقه الجناب، بس الجيب مساعده ان احنا مش شايفين الديفو ده. صحيح. نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده هي الجيب الواسعه الطويله، ودي انا بشوفها جيب عمليه جدا برضو. لو حد ما بيحبش يلبس اللي عند الركبه، بتحب تلبس اطول من كده، وهنراعي جدا طولي انا، لانه لو انا قصيره شويه الجيب دي هتاخدني وتنزل الارض، فلازم اعمل حسابي ان انا حتى مش مهم تكون جزمه بالتالون الرفيع بتاع الخروج، ممكن يكون حتى جزمه الكاوتش بتاعتي ابقى انا حاطه في دماغي انه الجزمه الكاوتش اجيبها من اللي هي فيها بيبقى كعب 3 4 سنتي، بتعليني شويه وفي نفس الوقت بتبقى مريحة. طيب هنا شايفين الجيب برضو الأوفر سايز، لا لو أنا مليانة شوية ما أقولش برضو أنا مش هلبس جيبات، لا هلبس جيب وحراعي إنه هي تبقى فضفاضة. أنا عايز أسألك كمان سؤال. ما بقاش مليانة، لو حد لو واحدة مليانة ما بقاش مليانة وألبس جيب ضيقة أو جيب ليكرا أو جيب مكسمة على جسمي، ولما حد يقولي إن هي متخناكي أقول لا ما أنا عايز ألبس جيب، لا. فنراعي برضو الحتة دي، زي ما بنتكلمنا على البنطانات الليكرا أو الليجينج برضو، وأنا بتعامل مع الجيب أتعامل معها كده، مفيش داعي لألبس حاجة بتفصل جسمي، مش هي دي كده هتبيني لو أنت متضايقة من التخت كده هيبان أكتر بالظبط، ومش هي دي الأنوثة ولا دي الشياكة. الشياكة إن أنا الديفوهات بتاعتي ما تبانش، الشياكة إنه جسمي يبان كله متناسق، وكمان انه انا لو انا بعاني شويه من ان انا مليانه شويه ما اقدرش كمان افضل اقول انا مش هلبس جيبات ومش هلبس فساتين اصل انا مليانه. كمان ما تضايقيش نفسك وما تعمليش ضغط على نفسك عشان انت مليانه، حتى لو انت مليانه في حاجات حلوه تقدر تناسبك. هنا شايفين اللي على الشمال جيب ساده والقميص ابيض، ممكن لو انا مش عايزه البس مشجر بس انقي ان هو يبقى فضفاض. عايزه اقول حاجه على الجيب اللي على الشمال، فاكرين قلنا اي خطوط طوليه بتدينا رفع، هنا عندنا خط طولي، الخط الطولي فين مع ان الجيب ساده؟ الزراير. عندي خط من قدام اسود معمول بالزراير، فده بيديني خط بالطول، فده بيديني كاموفلاج برضو بطول. والساده لو انا مثلا حد بيشتغل فمش عايزه اروح بمشجر، او عندي حاجه فورمال مش عايزه البس لها مشجر، بروح بساده بس بروح بجيب. نورتي وشرفتي، اهلا بيكي ندى زنانيري، ختامها مسك النهارده في حلقه يوم الاحد مع ندى زنانيري. اتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.